بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا موسى. الدرس ديال اليوم غادي يكون عبارة على واحد اللبسة، وخلال هذه اللبسة غادي نتعرض لبزاف ديال النقاشات، بزاف ديال المسائل، وإن شاء الله نتوفقوا والله ميسر. عندنا واحد القياسات اللي غادي نشتغلوا بهم. عندنا الكتف فيه 19، الصدر 28.5، الحوض 32.5، هادو قياسات على المقاس. الحزام 23، العنق 42، دورة العنق 42، التركيز 24 على المقاس، ارتفاع الحزام 47، ارتفاع الحزام ديال 42، ارتفاع الصدر 31، ارتفاع الحوض 66، فرق بين العلامتين 10.5 يعني 21 تسمى على 2، لوحة الصدر 35 تسمى على 2 17.5، لوحة أو العار الظهر عندنا في 38 تسمى على 2 هي 19. غادي نحاول ندير التطبيق لهذا القياس، غادي نخدمو بطريقة أطلع قبل طريقة مباشرة على القماش. القماش ديالي يعني غادي يصوبوا على شكل جلابة سبور، جلابة سبور، وغادي نخدمو مجموعين إن شاء الله. عندنا نشوف غادي نحدد الزوايا القائمة باش نخدمو بكل شيء من هذاك التفاوت. دائما تنحدد الزاوية القائمة من الأسفل. كنلاحظ معايا أنه في لاباغتي ديال الريزية يعني الحاشية كاين واحد الاعوجاجات، نتمنى يكون واضح في التصوير. هاد الاعوجاجات خصني ندير حسابهم تما هو لهذا، غادي نسطر زاوية قائمة مع الأسفل، وغادي نخدم على هذا الأساس. دونك هذا خط اللي غادي نقطعوه أو اللي غادي نقطعوه من القياسات باش ندوش على الاعوجاجات اللي قلنا مشاكل. كنشوف هاد المسار، دونك نعاود نشوف إلا مكانتش واضحة. الأسفل سطرت خط مستقيم، وهذا خط مستقيم زاوية قائمة مع الجهة المثنية، وبالتالي خدمت بزاوية قائمة مع الجهة الأخرى. دونك خدمت الجهة الأخرى بزاوية قائمة، ها هي وعطتني الخط الطويل اللي غادي نخدم عليه. هي هنا القياس ديال الطول، عندنا الطول في 136، دونك غادي نحسب 136، وغادي نبدا بالعمل باش نقتصر القماش ديالي، ونخدم الطول ديال الكوي. وغادي نزيد إضافة ديال 4 سنتيم ديال الأطفال أو ديال الكفافة، لأنه عندنا قماش سبور أو لبسة سبور ما نحتاجوش نديرو ليها 8 أو 10. دونك هنا غادي نخدم ب حسب الطول من قد الكاميرا، استنى الخط العمودي، وهنا غادي نبداو الصالة ديالنا. شنو عندنا فيها؟ عندنا الصدر في 28.5، من طبيعة الحال هادشي ما فيهش إضافة في الإضافة، و 28.5 غادي نضيف عليها الإضافة ديال الإراحة 1.5، دونك غادي نخدم 30. القماش ديالي كيتشي أنا مقاطي، و غادي نزيد سنتيم، و 29.5. ألوغ هنا كاين واحد التفاوت كنديرو دائما ما بين الأمام والخلف، دونك غادي نكتب 29.5 هي الصدر ديالي، وكيف بنت الإراحة زدت فيها سنتيم، دونك نحسب 29.5، 28.5، 28.5، ونسطر الخط المستقيم إلى الأسفل. التركيز عندي فيه 24، كنضيفو عليه واحد جوج جوج ونص الدائرة الذراع، دونك غتكون هي 26.5. ارتفاع خط الحزام ديال الخلف فيه 42، كنعلمها. ارتفاع الحوض عندي فيه 66، كنعلمها. هادو كنسطرهم خطوط عمودية أولا زاوية قائمة. كنخدم العنق، دورة العنق تفتح المقاس الكبير عندنا من الحزام. شي اشكال 28.5، 28.5. دونك العنق غادي نقضي فيه الكويرة ديال دورة العنق تسمى على 6، بطبيعة الحال هذا لباس سبور يعني غادي ندير فيه بصفة لاس مزيان ما نمشي زمان، نضيف عليه الإراحة ديال سنتيم ونص ديال 2، ونخدم 9 سنتيم، 42 على 6 هي 7، زائد 2 هي 9، كنقطو 2 سنتيم، كندير لابون ديال الكويرة. الكتف عندي فيه 19، كنقول 19 ديالي، زائد 1 سنتيم ديال القياس. الميدان ديال الكتف كنقول فيه 4 سنتيم، كنحط 4 سنتيم. ونسطر خط مستقيم يجمع الكتف مع العنق، كنسطر الخطوط عمودي كنزول عموديا، وكيف قلت كنخدم بطريقة الكورساج وفي نفس الوقت مباشرة على الكوتش، كنقسم المسافة على جوج،
كان 7 بالضرب لأني في 19 يعني زائد 1 هي 20 دونك غادي يجيني عادي. لو أنني كانت 19 ونص زائد 10 زائد 6 ديال هي 20.5 غادي يبقى النقطة. لو أنه كان أقل غادي يكون النقطة يعني هو أقل ثانية. هنا المسافة كانت 6 دياغونال لا دياغونال يعني نطلع فيها 3 سنتيم وكنحاول نجمع هاد النقاط باش تعطيني شكل دائري. السؤال الذي يمكن ان يطرح هو لماذا لونغ هوريزونتي بالخياطه ديال الامام ديال الخلف؟ لانه الخياطه ديال الخلف غادي نضيفها في الامام باش يكون ديكالاج ما بين الخلف والامام. نجيو منطقه الحزام عندنا 24 وغادي نزيد جوج ديال الاراحه اللي هي 26. كنلاحظ بانه عندي واحد المسافه كبيره بزاف يعني 4 سنتيم كثيره باش نديرها. غادي نخلي 2.5 هاد السنتيم ونص غادي نرجع ليه وغادي نعمل عليه علامه باش نشرح لكم شحال من جات منها حتى اللي كيعاني المساله ديال الخويه ديال الظهر. الحوض عندي فيه 32.5 زائد نقولوا جوج ديال الإراحة ديال الحوض غادي تعطينا 34.5. كناخذوا المسطرة المقوسة وهي اللي غادي نشتغلوا بها. نجمعوا النقاط ديال الحوض مع الويسكي ديال لاكري هكا. نجمعوا نقطة الحوض مع نقطة الحزام وكتنقول دائما مسطرة مقوسة. غادي نلاحظ بانه عندي واحد الكونفلاج او عندي واحد البومباج ما بين خط الحزام وخط الحوض. كنضطر انني نطلع 3 4 5 سنتيم فوق خط الحزام باش نعطي واحد الفوم ناقص على في الدوران اللي كان عندي في الدوران. نجيو لاسفل هنا غادي نشتغلو بالنسبة للاسفل غادي نحددو الجلاي ديالنا. الجلاي ناخدو فيهم كرة 46 عندنا 4 سنتيم اللي تنديروها في العطفة ونعزلها هي الأولى ونحدد المسافة ديال الجناح. لاقين النقطة بشكل مستقيم كنحددو تعديل الجوانب 92.5 كنمشي بها على طول الجوانب. منتصف كنديرو مسطرة مقوسة من هنا غادي نحسب قيمة ديال العطفة 4 سنتيم ونعاود نستعمل نتمنى شكون كيتصور وعيد خدمنا التجنيحة أو تحديد الجوانب عاود حسبت من هاد النقطة هنا 4 سنتيم وعاود تحددت الجوانب على حسب العطفة. دونك حتى هنا حددنا الأمام الخلف بالون بقات واحد السنتيم ونص في المنطقة ديال خط الحزام خصنا نشتغلو عليها ونبينو اشنو اللي كنت باغي ندير فيها. بالنسبة لهذا السنتيم ونص يعني بقى لنا فراغ ولا بقى لنا فاقد اللي هو هذا طبعا التعليم وكيفما غادي نرجع ليه. هذه منطقة خط الحزام دونك حنا بغينا ندير 26 وخرجت لنا 27.5. مابقاش غنجيب خط الحزام وكنقول من المنطقة ديال الظهر بسنتيم ونص وممكن حتى جوج حسب السراج أو الطريقة اللي بغيت نلبس بها هذا اللبسة. هاد النقطة معاش غادي نلاقيها دائما كنتأكد من التصوير واش غادي مزيان. كنجيبوها مع خط الظهر أولا المنطقة اللي فيها عرض الظهر المنتصف كنلاقيها مسطرة مستقيمة كنجيو ونلاقيو الخط مع نقطة الحوض لي أتونسيون. هنا غادي نبدل أتونسيون اللي يقول لكم لاكري على خط الحوض لأنه غادي يتزاحم خط الحوض وغادي تزيد لنا خط الحوض. قبل ما غادي نقطع غادي ندير واحد الدراسة مصغرة أو بسيطة أو سريعة بالنسبة للأمام. هاد الدراسة شنو غادي نديرو فيها؟ نشوفو واش غادي يكفيني الأمام في هذيك المنطقة اللي شاطة ديالها. دونك عندنا الخلف هو خدمناه تيبقى لنا المنطقة اللي فراغ تما نخدمو ونشوفو واش عندنا في الصدر ديالنا الخياطات وما إلى ذلك. هنا تقريبا عندنا 29.5 وكانت عندنا جوج ديال الخياطات اللي هو 30.5 كنحسبو ارتفاع خط الحوض نشوف شحال عندي في الحوض يعني بالإراحة ديالو يمكن يكون العرض 30.5 وجوج ديال الخياطات هي 36.5 عندي تو كافي. دونك نقطع الخيط ديالي نتاكد بانه هنا كاين والاستشفاء ديالنا والكوبي اللي هو كاين هاد الحوايج كلهم متاكد منهم واحد النقطه في الصدر ديالي. يمكن يتفرع عليا سؤال هاد المنطقه اللي كيف اللي تراها اللي هي السنتيم ديال الكوجو هادي كلها غادي سنتيم ديال الكوجو على المنطقه ديال الخيط كله غادي نقول عليه سنتيم ديال الكوجو. غادي نحبس في التصوير باش ما نطولش عليكم وغادي ندير لاكوب ديالي وان شاء الله ننتقلوا للعمل في الامام. الو بعد ما قطعنا الخلف غادي ندوزو للطريقه باش نشتغلو في الامام. كيف قلت هذه طريقه نقدر
يكون فيها شويه صعيب، ولكن بيكون تعلم واحد ثاني. لاحظوا معنا بانه الخلف خليت ليه واحد الكلام، يعني فاش كنت نقطع طلعت واحد الصوتين باش نعلم يعني الحدود ديال الخياطه من غادي يعني لحد هاد الصوتين اللي نضغطو مباشره يمشي لا كوتو ديالي. نحطو وهنا هنا بالضبط بالضبط غادي نطلب واحد التركيز انني فاش قطعتو حددت هنايا واحد 6 سنتيم خليتها اضافي وغادي نبدا من الاسفل ديال القماش. طبيعي حتى هاد السنتيم ديال الخياطه اللي درنا في الخلف غادي نحيدو من الامام، نحيدو هاد السنتيم وهذا السنتيم راه كيتحيد غير في الجهه اللي فيها لاكاريو وما تحت الحوض، لانه هنا غادي نقولو تقريبا سنتيم حسب الفساد ديالنا. الاخوات قلنا الامام الخلف ديالنا، هنا غادي نحدد خط التركيز، غادي نحدد خط الحزام الحقيقي، غادي نحدد خط الحوض من طريق الحوض الطول. اشنو اللي كاين؟ عندنا واحد المعلومه او واحد الملاحظه اللي غنلاحظوها في القياسات. ارتفاع الحزام ديال الامام في 47، ارتفاع الحزام ديال الخلف في 42، دونك كاين 5 سنتيم ديال الفرق. هذا 5 سنتيم هي اللي غادي نشتغلوا عليها مجموعين ونوقفوا العمل ديالي. دونك اشنو غادي ندير؟ غادي نجيو نخطيط ارتفاع الحزام ديال الخلف اللي هو 42 نحسب 47 ديالي. غادي يجي في الجانب ونحسب 47 ديال الجانب ها هو اللي حددت. هنا ممكن كيف بدا نحدد خط الحزام، حددت التركيز منين اشنو غيوقع؟ باش نرسم غادي نقعد او نطوبع للخلف باش نشد العبار بشرط سنتيم يحيد. دونك انا رسمت بعنق الامام غادي ندير الكتفين وغادي ندير التركيز وغادي نعلم المنتصف وغادي ندير حساب 2 سنتيمات في العمود كتساوي 2 سنتيم ديال الخياطه كنديرها على طول الجوانب. هذا خط الحزام اللي درنا كحل باش نحيد البومباج ديال الحوض يعني خط الحوض ونقاد الطول ديالي من الاسفل. يمكن هنا بالنسبة للأخوات اللي كيبغوش ديال الأرض زدنا 2 سنتيم على الأمام، زدنا 2 سنتيم على خط القطن على الصدر، زدنا 2 سنتيم على خط الحوض خط الحزام. ممكن هنا منين نزيد 2 سنتيم نبقى نزيد 3 سنتيم إلا بغيت ندير شوية ديال الإرهاق للحوض ونجي بجوج إلى الأسفل. نجيو للخدمة ديالنا، التركيز خط الحزام الحقيقي هو هذا. نعاود لأنه عندنا الأمام راه عندنا فيه 47 هو هذا. هنا التركيز هما النقاط اللي غادي نبقى عاقلة، هذه وهذه. فنحيد الخلف دائما الزاويه القائمه ونسطر التركيز، الزاويه القائمه ونسطر خط الحزام. كنجيو نشوفو الفرق اللي قلنا 5 سنتيم، هاد 5 سنتيم يا اما كنخدموها بطريقه ديال الباسه جانبيه يا اما كنخدموها بطريقه تصريف الباسات. انا غادي ندير في هذه الحاله باسه جانبيه وموضوع اخر نخدمو تصريف البلاصات. دونك ضروري لينا اننا نحددو العنق، نديرو 10 ولا 10، صوبو العنق ديالي كيفما عارفين هادشي راه ديجا درناه. كنجيو نشوفو المنتصف ديال التركيز ونحسبو لاكاريو ديال 19 ونص زائد 1 ديال 18 ونص وعدل طويرة ديال التركيز وراه عندنا قاعدة قلناهم. كيبقى لينا تحديد ارتفاع الصدر اللي هو 30 على ما اظن، تاكد القياس 31، دونك غادي نحسب 31 ارتفاع الصدر. كنحددو فيه الفرق ما بين العلامتين، محور الاساس هو هنا نسطرو الخط ديالنا 8 سنتيم 10 سنتيم 12 سنتيم في التركيز ممكن يمشي بها مستقيما، حنا غادي نخدمو واحد البلاصه وشويه فيها من هنا نديرو نحسبو 10 سنتيم حتى 12 9 سنتيم ماشي هذا. دونك خيارية وهادي فيها اختيار. هنا غادي نحسب البلاس ديالي اللي هي جوج ونص جوج ونص، نديرها الفوق جوج ونص ونديرها الأسفل جوج ونص، كنحدد النقاط ونديرها الأسفل جوج فاصلة خمسة. من طبيعة الحال عندنا دائما واحد القاعدة ولا واحد التقنية اللي كتكون عندنا مثلا ما كتبقاش طويلة حتى هنا، كنبغي نحسب ليها 12 حتى 14 سنتيم ونحسب لابانس الأربع ديال البلاصة هنا الضربة ديال البنسة. هنا كتبقى لنا نجمع البنسة دي، دونك نجمع البنسة باش اشنو؟ باش نقطع
حنا خدامين ممكن ما ندخلش ليكم هاد الشيء اللي كنا كنبغيو في الكل خلينا نعمل شي حاجه دونك يا باش نبدا نجيو تراسي عاودنا هبط لهنايا واحد 6 حتى 8 سنتيم ولي 6 كتبقى الشكل اللي غادي ندير الافتتاح منها بهذا الشكل وواحد سنتيم ونص في المنتصف ديالها ولا 2 سنتيم ونقاد دائره نقدر نربطها مستقيمه هنايا يعني خلينا هي سنتيم سنتيم وجيبها بشكل دائري نتاكد من التصوير ونقطع ونقطع ونكمل البوك ديالك الاسفل ونطلع لحال نضمن لا فالور كوتور لا فالور كوتور خاصني نضيفها باش تشوفوا الاستشفاء انه هذا الموديل غادي يكتب لي الاستشفاء ونشوفوا شنو الشكل ديال العيون غادي يديروا ليه اش الشكل ديال الكور اللي غادي يديروا ليه بالنسبه للموش فوق ديال الموش اللي كتكون 56 ونضيفوا عليها راس مصيب ديال 62 دونك غادي نحسب التركيز ناقص 4 واضافه الاراحه غادي نعطي واحد 300 قوله الشكل ديال العيون نحددوا ليه العيون ونمشي على الحساب هنا هي هذه النقطه اللي طلعنا بها لكم او الطوله ديال التركيز كندير الاسقاط حتى هنا هذا ما كيتعجبش وحيد بشكل اخر عندنا من هنا يعني الاسقاط ديال الكثير حتى التركيز شحال عندي فيه 23 اروح نحسب 23 23 ناقص 40 ومن طبيعي الحال غادي نخلي شويه ديال الاراحه او لا الاحتياط حسبت 23 23 خليت من هنا واحد سنتيم ونص احتياط باش نكون يخصني بون لا بروفوندور ديال لاموش عندي واحد القاعده كنخدم بها هي ربع الصبر يعني مثلا عندي 23 نقدر ندير 24.5 نقدر نزيد عليها 10 سنتيم ممكن حتى 6 سنتيم انا غادي نحدها في 14.5 نقول 15 دونك نكون 15 وراه القاعده ديال تحديد عنقكم خدمنا بها وممكن نطبقها ماشي ممكن خاصة تطبق دونك غادي نسال الدكتور لي ديالونال غادي ديالونال كيحددوا لي باش نخدم لاموش ديالي كنحطو في المنتصف المنتصف هادشي راه بناه الان كنقعدو بجوج ونص حتى ثلاثة دائما كنحافظ على واحد السنتيم هنا الخلف مقسم على ثلاثة ديال المسافات وكنلاقي سنتيم ونص في المنتصف دونك نختار نكسب الطول ديالي نختار العرض ديال الاسفل شحال فيه 58 لان غادي نضيفو 4 سنتيم كنديرو 13 واحد ديالها كنديرو ليها 14 دونك 14 و 14 28 نسكر الخط المستقيم نكتب المستقيم يعني على دائما الزاوية القائمة ونعاود نسكر الزاوية القائمة هنا كنستعمل المسطرة المقوسة باش نجمع شوية لامونش ندوس الشكل من الجانب الثاني قبل ما نقطع هنا غادي نوقد على واحد المسألة قبل ما كنقطع نجرب المنطقة ديال الأمام واش قدها قد هذه المسافة دونك غنمشي بها ونمشي بها ناقصني سنتيم نجرب المنطقة ديال الخلف ونشوف واش هي تكفيد أو تنقص ديال الخلف كافية دونك بقى لينا إضافة وهنا غادي تلاحظوا بأن فاش نقولوا خاصنا نطبقوا القاعدة ديال عنقكم هذي كتعطي وفي نفس الوقت ممكن الذراع قبل ما كنقطع نحددو حتى هو يعني نشوف شحال الذراع مثلا الأنسية اللي عندها دورة الذراع فيها 38 زدنا عليها واحد الأربعة ديال الإراحة غادي تعطينا هي 42 دونك 42 غادي تخلي لنا هنا عندي 46 دونك مزيان ألوغ هنا بغينا نضيفو العنق مادام هبط هنا بسنتيم ونص دونك حتى في الخلف غادي نهبط بسنتيم ونص ونعاود نعطي عليه مسافة وعيد و متأكد غادي نبدا بالجهة الأخرى عندي تو بلاستيك هنا ناقصنيش نطوندي نمشي معاه بالشكل ديالو دونك هاني وفقت من بعد الإضافة إلى بطني كاملة دونك أشنو غادي نعمل دابا غادي نقطعو Thank you.
الرموش كتبقى لينا الاستشاره ديال الامام اللي غادي نديرو بها سواء الكول او القب اللي بديناه. بالنسبه للسجاف نختارو في الجهه الثانيه مادام انا بدي بدي وكنرسم نفس الجوده ولا نفس الموضوع اللي عندي في الكتف. كنمشي مع الكتف 4 حتى 6 سنتيم وهنايا حتى الاسفل هنا 6 سنتيم ونمشي بها بشكل جيبو ميزي من الطرف بشكل هندسي اختيار لانه المسافه المهمه هي لاباتي هادي وهاد لاباتي هادي. نبقاو الشكل ديال الكول بعد ما نقطع الكتفين ديال الصدر الشكل ديال الكول غادي يكون عندنا بهذا الشكل ونشوفو البوب كيفاش غادي نخدمو ونشوفو واش كول واش بوب يعني الاختيار ديالنا ان شاء الله. على بركة الله اللي عندنا ملابس ديال هذه الموضة. وبالنسبة للكابوش فهذا الموديل بالضبط غنستعمل الابتكار وغنستعمل الطرق ديال التأكد من الأفكار اللي غادي نخدمها. دونك عندنا ملابس شنو الابتكار يعني شي حاجه في الباقي ما تنساهاش وعمرني ما تنساها ولكن واش هذا معكم كيفاش تامنت كيفاش تامنت ناخذ نتاكد من المعلومات نتاكد من هذا الشيء اللي كنبغي نخدمو ونتاكد من الانجازات او لا من نجاح الفكره وكيفيه التطبيق ديالها. حاليا غادي نديرو لا كونتور وهذاك البوب بالضبط اللي قلت لكم غادي نخدمو معكم غادي نخليه حتى نديرو فيه درس كامل وشامل فيه نوعيه من التاكد من الفكره فيه نوعيه من اقتراح الفكره وتطبيقها على ارض الواقع فيه واحد النوع ديال كيف ديال الابتكار وما الى ذلك. في نفس الوقت غنرسم غنحل المساعد الجهد ديالها وغادي نكون حاليا بغينا نخدمو شي حاجه سبور دونك نقدر نديرو الوان نقدر نخدمو نخدمو مسائل اللي تبين لنا المساعد ديالنا اكثر لوك سبورتيف ولكن الفكره اللي طايحه ليا دابا واللي غادي نخدم عليها حاليا هي هذه اللي غادي نقول لكم. غادي نلعب بالخطوط المائله كنقبلها بالطباشير هذه الطباشير. بون هنا بغيت نلعب واحد الخطوط باش نعطيها واحد لو شارم ديال الرسالة ديالي ما بغيتش نخدمها سامبل. عندنا لا بانس هاي في الحدود كيفاش بغيت نخدم هذا لو تروك اللي بغيت نديرو. بون نقدر نشد من الثلث ديال التركيز نشوف التصوير واش غادي مزيان. دونك اللي تنقول الثلث نقسم على ثلاثة ونشد الثلث من هنا. عندنا خط الحزام هو هذا الحقيقي خط الحوض هو هذا شد المنتصف ديالو نلقاهم من الطرف مستقيمة. نعاود هنا الأخوات ما عندناش شي قواعد قارة كتبقى مسائل ديال جنائية دونك نقدر نلعب بالشكل اللي بغيت نقدر نخدم بالتقنياتي نقدر نخدم بالافكار الفنياتي يعني نقدر ندعم شي حويجات اللي انا باش نجيبهم كخلاصه يعني هنا اشكال هندسيه كنلعب عليها وكنحاول نخرج منها شي حاجه اللي تعطيني منظر حسب الذوق ديالي وهنا كنتمنى الذوق ديالي يروح لكم ويتقرر قبل ان يلبي ايجابيتكم. تقريبا الثلث ديال هذا الخط لقيت مع واحد المسافه شكليا يعني حتى لعبه عشوائيه ونتمنى من الله يفوت لكم تعطي شي حاجه زوينه وتعطي واحد المنظر. هذا هو القريص هذا اللي هو الخياطه وان شاء الله نتوفقوا في هذا الشيء اللي كنخدموه ان شاء الله الرحمن الرحيم. ايوا قلنا من نزول مرحله الخياطه بالنسبه للسوجي كنفضلوا انه اي خياطه خيطناها نسوجيها. الا كنا محترفين ديال السوجي نقدر نجمع السوجي عاد نبدا كنخيط ولكن نسبق هاد اليمين هادو هما اللي نسبقهم. نوع عندنا درس الخياطه ان شاء الله.